احنا في اول مرحله اللي هي مراحل التفريغ، ومعانا اثنين من دكاتره اول مرحله. مرحب بيك الدكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. عرف نفسك بعد اذنك. مهندس احمد مبروك، مفرغ هنا اخصائي تفريغ في المفخرات الجمبري في اليوم. وحضرتك؟ دكتور نورهان حسن، مهندس استزراع سمكي وتفريغ بحري. دكتوره نورهان، احنا شايفين ما شاء الله يعني حاصلين على مؤهلات عليا ومدربين ومؤهلين علميا لاداره هذا المكان. بالظبط، كلنا هنا يعني شباب لسه خارجين وجينا هنا اتدربنا، يعني كلنا خارجين الدفعه اللي فاتت، وفي معانا ناس بتعمل ماجستير من الدفعات اللي قبل كده، واتدربنا هنا على ايد خبراء صينيين. يعني هنا احنا مش بس بنشتغل، لا احنا بنشتغل وبنتدرب في نفس الوقت، كمان على ايد دكاتره مصريين من الجامعات المصريه، دكاتره كبار. فيعني ما كانش تدريب هباء كده، يعني كان تدريب من عيار تقيل. باشمهندس احمد، في بعض الخبراء بييجوا يعملوا التدريبات داخل هذا المجمع وتستفيدوا من خبراتهم والتاهيل والاطلاع على ما هو حديث في عالم يعني التنميه السمكيه والثروه السمكيه. اكيد طبعا حضرتك، فينا معانا دكاتره من علوم بحار معانا اكبر مننا بكتير، بيجوا يعملوا مثلا هنا ابحاث معينه بنتعلم منهم. في مثلا معانا هنا برضو الجانب الصيني بيساعدنا بيعلمنا في حاجه، يعني الجانب الصيني مش جانب قليل في على مستوى العالم في الزراعه، مثلا السمك او الجمبري. معانا برضو هنا العقول المصريه، يعني كشباب احنا بنحاول نفهم كل حاجه عشان احنا المكان ده هنديره بعد كده ان شاء الله. دكتور نورهان، ممكن تشرحي لي المرحله اللي احنا فيها دي؟ احنا هنا في عنبر امهات الجمبري. الامهات هنا احنا الاول بنأهلها قبل ما تدي اليرقات. يعني ايه تأهليها؟ بنأهلها من حيث التغذيه، من حيث المعاملات. التغذيات بتبقى كل حاجه فيها تغذيه، لها تغذيه محدده باوقات محدده، بدرجه ملوحه محدده، بدرجه حراره محدده. كل الحاجات دي بتأهل الام انها تشيل البيض اللي هو بقى بعد كده بيدينا اليرقات. اليرقات اللي هي موجوده يعني دي جمبري صغير. بالظبط. يعني يرقات من الامهات. بالظبط. احنا بس عاوزين نبين للمشاهد المراحل اللي بتحصل ايه في داخل المجمع. يعني حضرتك بتجيب الامهات تاهليها. بالظبط. ثم الامهات التغذيه، بعد كده بيحصل تزاوج ما بين الميلز والفيميلز، بعد كده بنرجعهم تاني الاحواض ونسيب بقى البيض يفقس، بعد كده بيتنقل لعنبر اليرقات هناك اللي هو ده عشان تدينا الزريعه دي. باشمهندس احمد، الجدوى الاقتصاديه من هذا المشروع هل هو لخدمه فقط الاحواض بتاعه بحيره غليون، ولا احنا شفنا في ناس جايه تشتري زريعه موجوده، ولا هي لخدمه الزريعه الموجوده؟ واحنا عرفنا حتى من قائد المكان ان بيتم في بحيره ناصر والريان بتستفيد بالزريعه اللي موجوده هنا. لا حضرتك طبعا الاستفاده على مستوى الجمهوريه كلها. بالنسبه مثلا هنا عندنا الامهات الاول استفادت الجدوى الاقتصاديه بتاعتها، احنا عندنا بنجيب مثلا الام بعد اختيار ليها بشكل جيد وتكون ام مثلا مفيده ودرجه عاليه من الجوده. في لجنه طلعت عشان تشرف على نوعيه الجمبري وحجمه وجودته، وما فيش عنصر بشري بيتدخل فيه؟ في حضرتك مثلا عندنا هنا الجانب الصيني مع شباب مصري مع الخبراء مصريين بيطلعوا مثلا المكان اللي احنا بنجيب منه سواء مفرخ اخر او مكان مثلا اللي هو بيع الجمبري او كلام من ده. بنشوف بالنسبه مثلا جوده الام او الفيميل او الميل جوده على قدر يعني عالي، وان هي تقدر مثلا تكمل معانا دوره التفريغ بتاعتنا. عندنا هنا الام الواحده بتدي من 6 باتشات ل 10 باتشات. احنا سمعنا ان في حوالي 2 مليار زريع جمبري موجوده. تمام حضرتك، رقم موجود وان شاء الله برضو السنه الجايه، يعني السنه دي كانت تجربه لينا وكتدريب، والسنه اللي جايه ان شاء الله احنا بنعمل على ان احنا نزود اكتر من اليرقات ومن الجوده ومن المعايير اللي هي اللي تخلينا نبقى الافضل دايما. يعني انا برضه عايز اوضح للساده المشاهدين المكان ده تفريغ لليرقات،
اليرقات بعد كده بتروح احواض تاني موجوده عشان بقى تنمو، ويطلع بعد كده تروح لمناطق التصنيع والتغليف وتطلع تاني لحضراتكم. طب ممكن نقدر نطلع يعني واحده من الامهات بعد اذنك؟ ما شاء الله. دي امينا في ميل اللي عين واحدة طبعا عشان العين الثانية مقصوصة، دي خطوة من خطوات الجمبري. تمام، وبرده الكاميرا تجيبها. المفروض دي مثلا هنا عندنا خط البيض مكون ورا هنا. تمام، بنقدر مثلا نفرق دي بقى اللي هي بتعمل اليرقات دي اللي احنا بناخدها اللي هي الذريع يعني. تمام، اللي احنا بناخدها بعد كده نحطها في الاحواض. تمام مظبوط كده. تمام. طب ممكن بقى ننتقل مع حضراتكم للحوض الاساسي عشان نشوف الذريعه اللي موجود هناك. تمام. ونشوف المنتج بعد الذريعه.